الكلمة المهمة اللي أنا بدي أقول لك إياها كذلك عن روح الموت، يعني بدي إياك المرحلة القادمة تراقب، مش بس تصلي، يعني مش بس تصلي لأولادك، ولا بس تصلي لأحفادك، ولا بس تصلي للناس اللي حولك. الرب بده إياك تفتح عيونك على أي تغييرات موجودة في حياة أولادك. لا تترك ابنك لحاله في أوضة النوم وأنت بتفكر ابنك بيدرس، ولا تترك بنتك في مكان معين وفاكرة أنه هي في سلام وأمان، ولا تسمح أنه تحصل علاقات أنه بنتي مع بنت أخرى أو ابني مع ابن، فأنا مطمئن مش راح يحصل ولا إشي من هاي الأشياء. انتبه، العدو في هاي المرحلة القادمة تقريبا هذا الوقت القادم هو راح يشتغل مش عليك أنت، لأن أنت ممكن تكون ماسك سلطانك وبتصلي وبتحمي بيتك وأولادك، لكن هو راح يدخل إلى بقوة إلى العائلة. الهجمات القادمة هي على العائلة بالنسبة للأولاد خصوصا. ركز لو أنت شفت بابنك أو بنتك أي علامات جسدية